أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يجوز تسمية الله سبحانه وتعالى بالدهر؟ وما هو الدهر؟ ما أحد قال إن الله من أسماء الله الدهر إلا الإمام ابن حزم رحمه الله، وقد غلط في هذا، فليس من أسماء الله الدهر. ولكن الحديث وأنا الدهر فسره آخر الحديث: وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. فمعنى أنا الدهر أي أنني أقلب الليل والنهار. الحديث يفسر بعضه بعضا، وفي الرواية الأخرى: وأنا الدهر بيدي الأمر. يكون تفسير هذا. نعم.